هنا بس ضيقه مش عارفه. الحقي يا حنان. ازيك يا ايه؟ دكتور فوزي منزل اسمك من ضمن المحرومين في اداره الاعمال. ايه عملها فوزي؟ معاه حق، ما انت نفضله على طول. ايه الغلاسه دي؟ وبعدين ده راجل خانق، احضر له ليه يعني؟ ده اول ما بيفتح بقه بنام. طب ويا حده هتعملي ايه دلوقتي؟ هروح له طبعا، ما فيهاش كلام، يا قاتل يا مقتول. بقول لك ايه، بلاش الجنونه بتاعتك دي، لا يحرمك من امتحان اخر السنه كمان. ده غلبان بس كل الموضوع ان شمس الخليج سيحت له الجمجمه. هو كان في الخليج 15 سنه وعاملهم على قلبه قد كده. متجوز؟ لا مش متجوز، ومالوش في الموزز، ومن البيت للكليه ومن الكليه للبيت. لا 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 مالوش في الموزز. هنشوف. ايه ده مش حاسس؟ حدثني بالمره، مش حضرتك طلعت فرماني ما اخشش امتحان الترم؟ حضرتك ساكت ليه؟ اسمك ايه؟ حنان منصور. حنان منصور، انا متذكر الاسم ده. ممكن اعرف يا انسة حنان منصور انت ما بتحضرليش ليه خالص؟ اصل ايه؟ اصل يا دكتور انا ظروفي وحشه قوي. ليه في ايه ان شاء الله؟ ماما يا دكتور تعبانه خالص. مالها تعبانه؟ ما احنا كلنا تعبانين. لا تعبانه قوي قوي، تعبانه خالص يا حبيبتي يا ماما. طب خلاص ما تعيطيش، انا ان شاء الله هرجع كشوفات وهبقى ارفع اسمك منها. ميرسي يا دكتور، انا متشكره قوي لحضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش منك. انا اسفه يا دكتور، ميرسي. بطلي الدبوس هيشكك. اصل بنتك دي هتنطفي على الممثله والله. ده انا كل ما افتكره وهو الدمع تطر من عينه بموت من الراجل ده. طيب قوي بجد. طيب مفيش راجل طيب. لا ايه رايك؟ حلو بجد يا طنط، والله تسلم ايدك. بصي يا طنط، انا جبت لحضرتك 20 جنيه واخر الاسبوع ان شاء الله هكمل. انت خبت يا بنت، انا بقول هاخد منك فلوس. انا محتاجه الفلوس دي اخدها. شايفه بنتك يا طنط؟ ايه رايك يا مارو؟ مش عايزه فستان حلو زيه؟ لا ميرسي يا طنط، مش محتاجه. هو ايهاب هيتاخر؟ اه يا حبيبتي، عندنا باتشيه النهارده. في ايه؟ هلا بره، هلا كيس الملايين، هلا كيس الملايين، كل الناس تستنى الولاد. زي الفل، ربنا كرمني اخر ترى من النهارده. طب يا ولد، جيت في وقتك. طلع امشي يا قمر، هتحصل عدل. ماشي، وحياك ماما، وريني الجيب التاني. الله الله، مش قدام الناس كده هنقول هتفضحينا. وريني. خلاص حاضر. لسه خدي وريني. اشتغل ازاي انا بقى دلوقتي يا حبيبتي؟ لازم يكون في فلوس على جنب عشان اعرف اجيب بيها بضاعه ثانيه. ما لسه الشغل قدامك كتير اهو، وبعدين الزباين بسم الله ما شاء الله بتجيلك لحد نص الليل. الله اكبر الله اكبر يا حبيبتي، انت فلسطيني خالص. صباح الفل. صباح القشطه يا نونس، نمت كويس يا قمر؟ يعني ده علي ونبي ان مشوار الشغلين ده يمشي ان شاء الله. ده عيالك على طول والله. تعالى عايزاك. اقعد يا بابا. خير؟ ناوي على انت ومروه؟ لا دي حاجه عايز سؤال. انت عارفه اننا بنحب بعض وعايزين نتجوز. فين يا ماما؟ اني خايفه عليك يا ابني، خايفه قلبك ينكسر. هما فين واحنا فين يا ايهاب؟ تلاقيش. استاذ احمد، متاسفين، طلبك في الوظيفه اترفض. استاذ ايهاب، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ محمد، متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ تامر، متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. انا سامونا، طلبك الوظيفه اتقبل. اتفضل يا ابن المدير. وادي الشغلانه دي كمان ضاعت. كلمتي بابا؟ كان نايم لما رجعت، ولما صحيت ما كانش موجود. انت ليه مش قادر تستنى لغايه ما اخلص كليه ونسافر سوا؟ لازم اعمل فلوس الاول يا مروه. طول ما انا عامل في بنزينه كده مش هقدر اقابل باباكي. احنا هنبدا نلف كده كتير. انا مش لاقي حته هاديه نقعد فيها. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نقعد عندنا فوق السطح. برضه بتاع السطح؟ فيها ايه؟ هنقعد نشرب شاي ونقول الكلمتين. ما
هو قاعدين براحتنا يعني. ايه ده؟ طب اركن، اركن هنا. اركن فين؟ اركن بس يا عزة، تعالى. يا نهار اسود، ده فندق خمس نجوم. استني بس يا حنان، احنا نروح السطح احسن، ده هنا تلاقي كوبايه شاي ب 20 ولا 30 جنيه. هوريك حاجه. توريني ايه؟ تعالى ما تخافش. بقول لك ايه؟ انا لاخر مره بقول لك انا معيش غير 20 جنيه في جيبي من اشهر، هنروح كده في داهيه. ما تخافش يا عزه. هم دول اللي معايا كلهم. ما تخافش مش هتدفع مليم، قلت لك. انت ليه كوبايه الشاي ب 30 و 40 جنيه؟ صباح الخير. هي الانسه اللي بتقعد جنبك ما جاتش النهارده برضه؟ ها؟ الأنسة اللي بتقعد هنا حنان منصور؟ أيوة. لا يا دكتور ما جاتش. شكرا. تالي البيت. ايوه البيت. انت بتفهم عربي ولا لا؟ خلاص انتهينا. امسكي يا هلول، حطي ضيف الحصاله. خدي بقى ايه؟ ساندوتش ده كل بقى عشان حسيت طعمك. ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس يا محسن. بقول لك ايه؟ ها؟ انت لازم تشوف لك شغلانه ثانيه. عشان عايزين نتجوز بسرعه بقى. خلاص ما بقتش طايقه البيت ده. شغلانه ثانيه؟ ايه الاوفر ده؟ يعني الكليه الصبح وشغل بالليل مش بكفيكي كمان يا هلا؟ محسن انت عندك وقت بالليل من 4 ل 7 ممكن تشتغل وتستغله. مش انت الراجل؟ الراجل شغلانته ايه في الدنيا غير انه يشقى ويتعب ويصرف؟ حاضر يا ستي. صدقني انا حاسس ان نهايتي هتبقى على ايدك. بس هتكون احلى نهايه ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور عشان ما جيتش المحاضره. معلش. ما تزعلش مني. لدرجه انك تغيبي لمده اسبوع؟ ما انا قلت لحضرتك يا دكتور قبل كده ماما تعبانه قوي. الف سلام عليها. ويا ستي لو على المحاضرات اللي فاتتك يعني انا ممكن اشرحها لك في اي وقت لوحدك. لوحدي؟ قصدي يعني عشان ماما ما تقلقش وتطمن. انت كمان تطمني. سلام يا دكتور. وانا طول واحد في عبقريه دكتور زويل ورجوله وسام توم كروز اشرح لي لوحدي؟ لا تقبلي شويه معلش. يعني عبقرية دكتور زويل ماشي، إنما وسامة اسمه إيه ده؟ حتى شكلي عادي جدا. حضرتك بس اللي مش حاسس بنفسك. أنت رايح رحلة بكرة؟ هو حضرتك رايح؟ آه. يبقى أكيد أكيد. ميرسي يا دكتور. العفو، مع السلامة. ذاكر كويس ها؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ انا جبت لحنان كل حاجه جنبي.